ناخد بس الكابتن ابراهيم حسن في البدايه معايا. كابتن ابراهيم اهلا بيك. زوائل ازي حضرتك ازيك يا دكتور؟ ابو الكباتن؟ كله تمام؟ الله يخليك. الحمد لله الحمد لله ازي انت حضرتك. بتحب الكوميديا وتشوف مسرح ولا ايه؟ لا انا بحب النجاح طبعا، بسلم على الاستاذ اشرف من اه الشخصيات الجميله اللي انا بحبها جدا، فانا يعني انا دخلت طبعا عشان حبيت اشارك وحبيت ان انا اقول الاستاذ اشرف ان هو شخصيه ناجحه جدا، الله يخليك. وانا والمفروض ان هو يعني انا شايف ان البرنامج دوت او يجي عشان يتكرم ان رجع المسرح تاني ورجع وعمل نجوم، فالمفروض راجل يتكرم مش راجل يتهاجم. راجل ما عملش حاجه خالص غير يعني انا بالنسبه لي انا وولادي والاسره كلها بتستنى كل اسبوع عشان تتفرج على الحلقه او المسرح بتاع الاستاذ اشرف. الراجل طلع نجوم وتعرفوا ورجع المسرح تاني، ومع احترامي للناس اللي بتنقد او بعض الفنانين اللي اتكلموا، انا شايف ان هي معلش يعني هي في نوع من انواع مش عايز طبعا، هو كلهم محترمين وبحبهم جدا، بس في حته الغيره اللي هي في كل مجال للاسف الناجح لازم يتحارب. فالاستاذ اشرف الراجل يعني شخصيه، اولا شخصيه مثقفه جدا، شخصيه يعني المفروض زي ما قلت يتكرم انه طلع رجع المسرح تاني ورجع وطلع نجوم محدش كان يعرفها وكلهم دلوقتي محبوبين جدا. انا بالنسبه لي انا بحبه جدا، انا بحب يعني ربنا يخليك، ربنا انه يخليك يا ناجح كابتن. ناجح وراجل مثقف وراجل يعني ما شاء الله، يعني الناس اللي هو المفروض متابعاه من اول ما بدأ تعب جدا واجتهد واشتغل وما عملش حاجه فيها نوع من انواع يعني اللي بيتكلموا عليها، الحاجه اللي هي مش يعني تمام. انت بتبقى سعيد وشايف انه انك تضحك وتستمتع ده في حد ذاته هدف مهم جدا يعني. حضرتك بص الناس اللي قاعدين في المسرح اللي بيحضروا عاملين ازاي، كلهم عائلات وكلهم ناس محترمه، مش المستوى اللي موجود مستوى عالي، يعني لو الناس دي حاسين ان اللي بيسمعوه او اللي بيشوفوه حاجه مش كويسه ما حدش هيحضر وما حدش هيشوف. وبعدين زي ما قلت تاني الناس اللي بتتكلم بقى الناس المحترمين الفنانين اللي اتكلموا معلش مع احترامي ليهم، هي زي ما بقول لحضرتك دي غيره غيره، وفي دلوقتي القصه كلها دلوقتي الناجح لازم يتحارب ولازم يبقى في حجم. انا شايف انت ان حاجه ان هو شغال صدامي على طول يا كابتن ابراهيم حتى في الفن والله. يعني انا يعني صدقني انا بحب بس اقول انت الحقيقه وبحب لما صدامي في الحق لا ومع الكابتن حسام يعني انا بحب اشوف لما اشوف حد مظلوم او حد ان هو بيتحارب وهو ناجح وبيجتهد بحب اقف يعني في صفه واحب ان انا ادافع. يعني انا والله صدقني مش في مودي حتى الواحد اتكلم في، بس انا تابعت البرنامج من اوله عشان كده غصب عني غصب عني بالفطره بلاقي نفسي لازم اتكلم، ما بحبش اسكت بحب لقيت اقول نفسك حاجه. قلت لا انا لازم اتكلم واقول له احنا بنستمتع بهذا المسرح يعني. جدا 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 كمان، وبعدين انا نفسي احضر كمان نفسي يا احضر. كابتن ابراهيم، يعني بجد يا ريت تسعدنا وتنورنا. يعني انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لنا انا وكل الشباب اللي في المسرح، واكيد يوم ما تنورنا ده هيبقى يوم جميل يعني. ده شرف ليا ان انا ابقى موجود واتفرج على حضرتك والمجموعه الجميله اللي مع حضرتك، ربنا يخليك. وبقول لحضرتك يعني رساله لحضرتك طبعا انا شايف ان شغال صح وشغال وامشي في طريقك وهتلاقي الحرب طول ما انت ناجح هتلاقي الحرب الشعواء الموجوده زي ما قلت لحضرتك في كل مجال، شكرا عندنا في الرياضه نفس الشيء. تسلم تسلم يا شكرا كابتن، كابتن شكرا. ابراهيم حسن.